الآن أنا آمركم بالزيارة في يوم مولود النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يستطيع من شيعة العراق أن يحضر إلى النجف الأشرف وليس فيه ضرورة فليزر أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. لا تقصروا أمام أمير المؤمنين وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أمام سيد محمد الصدق. يروح سيد محمد الصدق. ويبقى الله ورسوله وأمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين. اقصدوا أمير المؤمنين من كل صوب وحدث. من أجل إثبات طاعة الله سبحانه وتعالى قبل طاعة الخلق.